استعادة الاشتراكات على تطبيق فايفر. اليوم سوف نتكلم على طريقة وكيفية استعادة الاشتراكات على حسابك أو التطبيق فايفر. سوف نقوم بالتعرف على هذه العملية التي لن تأخذ منا وقت كثير. سوف نأتي إلى الأسفل هنا أكثر، نقوم بالضغط عليه، بعدها نأتي إلى هذه النافذة هنا كما ترون. نأتي إلى الإعدادات في هذا الخيار الأول هنا، نقوم بالضغط عليه، بعدها نأتي إلى هنا نضغط على الحساب في الخيار الأول هنا، ثم نضغط على المشتريات في هذه الخيار الثاني، نقوم بالضغط على المشتريات، بعدها نأتي إلى استعادة الاشتراكات، تقوم بالضغط عليها ليس لدي أي اشتراكات لأن حسابي جديد للتو، ولكن إذا كان حسابك قديم سوف تشتغل معك هذه الميزة استعادة الاشتراكات، يمكنك الضغط عليها. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، ولا تنسوا الاشتراك والضغط على زر اللايك، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.